السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم وأهلا وسهلا بكم. معاكم زياد هادي، أستاذ آلة العود والنظريات والغناء العربي من العراق. طبعا أرحب بكم أجمل ترحيب، ودائما اللي قبل ما نبدأ الموضوع أحب أذكركم بالدورات الموسيقية، تعلم العود وتعلم الغناء وتعلم النظريات الموسيقية وقراءة النوتة والإشراف على رسائل الماجستير. أخوان الأعزاء، خلي في بالك دائما وقضية جدا مهمة، هي قضية أنه كيف تشتري آلة العود، واللي كثير من الأخوان اللي طبعا رسلوا لي رسائل حبوا أنه رادوا هذه القضية، لأنه مدى يعرفون طريقة شراء آلة العود وشنو مواصفاتها وكيف. نبدأ بأول قضية، هي قضية الأوتار. طبعا أوتار هي برامج طبعا موجودة، وهاي أحسن نوعية بالأوتار اللي زينة. نبدأ بالقضية الثانية اللي هي العود. العود طبعا بمواصفات خاصة وكثيرة، لازم يكون نوعية الخشب. طبعا دائما خشب الجوز هو يكون مرغوب ليكون صوته أحلى، بس كثير من الناس يأخذون السيسم، لأنه السيسم هو يكون قوي، يكون أقوى، يعني على أساس أقوى. أكو في نوع المهوغن يعني يقدرون يسوون به قدام، هذا خشب الجام ممكن. وحاليا كثير حتى شفت في تركيا انه كثير غيروا حتى الوجه، انواع الخشب تغيرت، حتى ورد اكو الظهر. لكن انا ارغب دائما، يعني حقيقة ارغب الجوز، لانه الجوز دائما يكون صوته جميل جدا. هذه اثنين او ثلاثة. اربعة، قضية المهمة هي جدا، لازم يكون عندك هذا 19.5، المفاتيح تكون عندك أبانوس، ويكون دائما القضية المهمة هي قضية انه يكون عندك العود هو على حجمك مفصل، حتى لا يكون توقع فيه اشكال. وايضا يكون عندك يكون شرقي مو سحب، لانه السحب الى مهامة اخرى في قضية العزف، والشرق دائما هو يكون يعني يكون ما نقول أفضل، بس إلا خاصية أفضل. ودائما تبدي تتعلم بالأوتار، الخمسة أوتار طبعا قبل ما تطفر إلى الستة أوتار. هذه نصيحة. والقضية الثانية، تأخذ أوضاع الأصابع بالعود، الأصابع النصفية والأولية والثالثة والرابعة بالعود بالأصابع. والقضية المهمة الأخرى اللي الناس اللي يحبون إنه هواية، لازم تخلي في بالك يكون عندك طاقة تحمل، لازم تكمل شهر تتمرن وتدرس، مثلا دخل الدورة تدرس تتحمل تاخذ شهر. أكو في ناس يقول لك أنا خلال شهر أصير، ترى ماكو شيء، لازم تتمرن وتعرف المقامات، تعرف الأصابع، أصابعك تاخذ على العود حتى تبدي تاخذ المقامات، تاخذ الاطوار الريفيه او تاخذ المقامات، تاخذ افرع المقامات، تاخذ طريقه التقسيم، كيف راح تقسم، شلون تتعلم تقسم، كيف انت تسمع الاغنيه وتجيبها، كيف انت تفرق بالاغاني، تقول هاي عجم وهاي رست وهاي حجاز كاركورد وهاي صبا والى اخره. اتمنى ان استفاديتي، وتحياتي لكم، ولا تنسون الاشتراك بدورات الاونلاين الموجود، رقم الواتساب أسفل الفيديو، وتنسون اللايك والاشتراك، وتحياتي لكم وبخدمتكم. مع السلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.